عسلامة ومرحبا بك. بيك يعيشك. عيشك ان شاء الله مبروك. علينا وعليك كل عام وانت حي بخير. وانت زايدة. الحمد لله. ديما هكا بلباس تقليدي ولا في المناسبات؟ لا في المناسبات الحقيقة. فهمني نلبس على خاطر أنا والدي يعني حريري صاحب صنعة. وتربيت معاه وفهمني قاعد نلبس فيه من قبل. انت تعلمت الصنعة ساعة ولا؟ لا ما تعلمتهاش الصنعة على خاطر بابا غدرها، الوالد غدرها هو وانا صغير. بدل الصنعة نتاعو فهمني. على الاول الاستقلال حاتت الجبة نقصت شوية ما عادش مطلوبة كما كانت. جبة والسفساري والماري والفضيلة وكل الباس التقليدي الكل بصفة عامة نقص شوية. نقص الطلب عليه. فهمني ولا ما عادش فيه دخل يعني ما تقول. دينا نرجعوا بشويه بشويه لباس تقليدي حسب ما نلاحظوا. لا نرجعوا ان شاء الله. نرجعوا انا ملي انا صغير حتى كي عرس عرس بلباس تقليدي عام 70. فهمني لباس تقليدي ما عرسش بالكسوه سوري. فهمني والحمد لله انا بدينا نرجع ان شاء الله ما ننساوش تقاليدنا ولباسنا وعاداتنا فهمني. خاصة في الأعياد هذه في المواسم حبينا احنا نسألوا وين أجواء العيد نتاع العادة نتاع قبل؟ الأجواء نتاع العيد ما اللي فات فات راهو مستنسين جمعة كاملة احنا عندنا أجواء نتاع العيد قبل من قبل بجمعة وتبدا يعني في الديار يعني يعملوا الحلو في الدار قبل بجمعة وبعد بجمعة فهمني وبعد بجمعة بالمجد الأعياد يعني في خاصة اللي عنده عائلة كبيرة ولا بعيدة فهمني جمعة كاملة هو كل مرة كل نهار في دار فهمني توا تقلصت الأمور تقلت شوية العادات ولا يعيدوا بالتليفون ما يجيش العيد بالتليفون أنا عايد عليه بالتليفون نقول له ما تعيدش عليا خير والله خاطر ما يجيش بالتليفون ثم من العائلة من راهم كان من العام للعام يعني هو اللي تقبل العيد نتاعو بالتليفون حتى حد يبدا بعيد برشا مثلا بعيد برشا كان خارج الجمهورية مثلا خارج التراب التونسي اما اذا في تونس المواصلات موجوده والنقل موجود شكون ما عندوش كهرباء تو الناس الكل بكهرباء فهمني يخسر باش يصب 10,000 في سونس ويجي يعيد من عام للعام يشوف وربي ان شاء الله يهدينا على بعضنا وربي يحننا على بعضنا وربي ان شاء الله يجعل اعيادنا وقتاش بدينا نفقدوا في الاجواء نتاع العيد والله تو مدة ليها برشا ليها برشا عندها برشا 10 سنين أقل أكثر من 10 سنين أكثر من 10 سنين فهمني من أول الألفينات من الأول الألفينات فوالا من الألفينيات بدينا يعني شوية فهمني ما عادش كيما قبل الأعياد وما عادش كيما أني قلت لك كان الجو في الدار يعني يتلموا يعني حتى جيراني كل مرة في دار واحدة منهم يحلوا الحلو والمقروض والبقلاوة والكعك والغريبة فهمني والكوشة تخدم ونبداو ماشيين جايين على الكوشة كل مرة في دار فهمني تو ما عادش تو الناس الكل تبدا الحاضر تلوج ديما في الحاضر أقل تعب وأقل أقل حتى شقلالة هز ويشري وزيد يعني ثم برشا مواد ناقصة مفقودة فهمني يلقى حاضر أسهل وكا وديما يمشي كي تغزل الصغيرات توا في العيد شنو تقول؟ والله يا ربي معهم وكا وش أقول ربي معهم وربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله تقول خسارة ما عادش وش كيفنا خسارة ما يعرفوش طعم العيد معناها الحقيقي سيبري سيبري ما عادش ما يعرفوش طعم العيد الحقيقي سيبري هذه بالجد فهمني وربي يعطيهم الوقت الطيب شو نقول لك وربي يهديهم وربي يصلح رايهم وكا صغرك انت عندك تتذكر حاجات هكا في صغرك قبل في العيد ولا والله في العيد الوالد كان يخدم نهار العيد العشية يعني نخرجوا العشية كان يبداو الكرارس في باب سويقة يكرينا كروسة ونبداو فرحانين باش نركبوا في الكروسة ومن الدار للدار كم سومها الكرية؟ كرية ما نعرفش 100 فرنك 200 فرنك اي فهمني هذه الخمسين يقارب قديش في وقتنا هذا؟ وقتنا هذا يمكن يقارب 10,000 100 فرنك 10,000 يعطيه 10,000 عشية كاملة هو يدور بينا
ويستنانا ندخل نعيد ونخرج ونلقاه يزن دار اخرى كل مره في دار فهمني. والحمد لله وكهو ذاك هو كل وقت وقته وكل جيل يعيش وقته. رغم الحاجات المتطوره اللي موجوده توا الا انه كي تحكي لي هكا على الكروسه وتحوس بيكم يعني حاجات ياسر حلوه. حلوه ياسر مش حلوه، نبداو فرحانين كيفاش باش نركبوا في الكروسه وفي فهمني ونمشيو للدار وساعات ثم شكون يعطينا جويه مهبه فهمني كل واحد كيفاش فهمني. المهبه في الوقت هذاك قداش؟ مهبه هذا قلت لك 100 فرنك 200 فرنك هذيك هي يعني 100 فرنك كانت عندها قيمة. قديش بما يقارب 10,000 قلت لي تو؟ 10,000 تو. حتى أكثر نتصور. لا لا ما تفوتش 100 فرنك هكا هو. دينار 100,000 دينار شنو؟ باهي ياسر. كانت الفلوس عندها قيمة. أي. وتوا في وقتنا هذا اللمة عندك ولا عند شكون؟ لما كل لما معروفة في دار عبد معين. لما ديما في دار الكبيرة، عندي أختي الكبيرة هي اللي تلمنا نهار العيد. تلموا اخر دار هي عندها هي ونتعشاو عندها ونسهروا بعد نروحوا كل واحد يشد داره. مازلت اللمه في كل دار نورمالمون. يعني قلت لك في دار اختي الكبيره نتلموا نتعشاو ونسهروا وبعد نروحوا على روحنا كل واحد يشد داره فهمني. نسبحوا في ديارنا وكل واحد يسبح راقد شويه مرتاح خاطر ما تعرف ان ليله العيد واحد ساعات يصبح يسهر بالكدا ويقوم بكري باش فهمني يدوش ويغسل ويلبس حوايج واحد وكل شيء ويزيد يتلهب الصغار يلبسهم واحد وكل شيء وبعد من دار لدار ثم تعب يتعب فهمني. نروحوا نكملوا نروحوا وكهو الحمد لله. هو ايامات العيد تخلينا نصلحوا النوم نتاعنا نتاع رمضان بين انه نرقدوا نفيقوا للسحور. صحيح والله صحيح نهار العيد يعني كي نرقدوا نهار ثاني عين ونصبحوا راقدين نرتاحوا نخلفوا كل النوم اللي فاتنا واحد وكل شيء ونهار ثاني عيد هاكا واحد يصبح مرتاح في داره واحد وكل شيء يفطر فطور الصباح وثم اللي يرجع يرقد فهمني ونقيلوا بعد الفطور نقيلوا زادا فهمني والحمد لله وكهو. يعطيك الصحة يا مسيو. نخلي لك الكلمة الأخرى كان تحب تسلم على شكون؟ عيدكم مبارك هنا العائلة كلها البعيد والقريب وال فهمني والصغير والكبير وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وربي يعاودوا علينا ان شاء الله بالخير واليمن والبركه وان شاء الله تونس بخير والحمد لله. امين. يعطيك الصحه. بارك الله فيك.